وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فقوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، قوله برجال من الجن يفهم منها أن هناك إناثا، وأنه يكون تزاوج بين الجن فيما بينهم. ولذا قال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، فأثبت أنه له ذريه.